جرجعان وجرجعان بيت مصير ورميضان، عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. الله يسلم والدكم الله يخلي لمه، عسل بقعة متخمه ولا تواسي على امه. يلا خلاص لأننا مستمرين طبعا مشاهدينا أجمل الأهازيج. طبعا زيارة مفاجئة من طالبات مدرسة أم الفضل لنا في الاستوديو، كانت زيارة جدا أو مفاجئة حقنا. يعطيكم العافية بنات على هذه الزيارة، والله يعود إن شاء الله علينا وعليكم كل سنة وحول إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا يمكن الأطفال جدا جميلين، عاش عفويتهم جدا جميلة، لو أعطيناهم فرصة ما بيخلصون للنهاية الحلقة. هي ما مخلص طبعا من المخرج زي أولادك. لا جميل. طبعا شو عندنا عايشة الحين؟ الحين عندنا تقرير يتكلم أيضا عن نقدر نقول حق الليلة، وأيضا ضيفة أو نقدر نقول شابة عندها بعض المشاريع الخاصة بالتوزيعات والمناسبات منها حق الليلة. مشاهدينا خلنا نشوف هذا التقرير وبنرجع لكم. نظمت إدارة مراكز أطفال الشارقة للمنطقة الشرقية في جمعية خور فكان للثقافة والفنون الشعبية والتراث فعالية حق الليلة، ذلك بحضور عدد من المنظمين ومسؤولي المراكز وأولياء أمور الطلبة. بصراحة اليوم ذكرى جميلة، نعيد ذكرياتنا نحن ككبار يوم كنا نحن صغار، نطوف السكيك والحواري، طبعا نطلب الحق الليلة. وصراحة اليوم نحن إدارة مراكز أطفال الشارقة تغرس هذا الموروث الشعبي في نفوس الأطفال، واليوم مثل ما شفنا يعني ما شاء الله فعالية جميلة، فيها التوزيعات، فيها الرقصات الشعبية، فيها يعني الألفة والمحبة بين الأطفال. يعني هذا تواجد الأطفال مع أولياء أمورهم بحد ذاته هو فخر لنا نحن، يعني أولياء الأمور يساندوا أطفالهم بغرس الموروث الشعبي لدولة الإمارات العربية المتحدة في نفوس أبنائهم. يأتي الاحتفال مع قرب شهر رمضان الذي يهل علينا بأريج من روحانيات إيمانية تجدد فينا روح الأمل، مع شهر شعبان الخير للاحتفال بفعالية حق الليلة التي تقدم فيه فقرات متنوعة من رقصات شعبية قديمة ضمن أهازيج ولوحات استعراضية للألعاب والمسابقات الثقافية والترفيهية تفاعل معها الأطفال. طبعا نحن اليوم جايين لهالمكان، وهالمكان يشجعنا أكثر أن نحب لتراثنا الأصيل. واليوم احنا سوينا فعالية القرقيعان، واحنا الحين نحبب الأطفال أكثر لتراثهم الأصيل، أنه يشجعون أنه يحبون تراثهم. ما حد يقول أنا ما أبغى التراث، أنا ما أبغى التراث، فنحن دائما نكون على هذا التراث الأصيل. وها شيء حلو أنه من أطفال مراكز الأطفال هم يقدمون أغنية أو أوبريت أو كلمة لبلدتهم الغالية. كما احتوت الفعالية على مجموعة من الورش التي تحاكي التراث الأصيل والعادات القديمة، كما تضمنت الفعالية الأناشيد الخاصة بليلة النصف من شعبان، والتي تحمل في مجملها الفرحة والبهجة لاقتراب شهر الخير، والأوبريت التراثي واللوحات الفنية الشعبية. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذه الاحتفالات المتعلقة بليلة النصف من شعبان أو حق الليلة. طبعا الاحتفالات بدأت عندنا في المنطقة الشرقية، وكاميرا برنامج صباح الشرقية بتكون إن شاء الله متواجدة في هذه الاحتفالات لتغطيتها. ومشاهدينا في الحلقات الماضية تكلمنا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونحرص دائما في صباح الشرقية يوم الأربع على تسليط الضوء على المشروعات اللي يطلقها جيل الشباب. في فقرتنا اليوم بنتكلم عن مشروعها اللي يختص بتنظيم المناسبات المختلفة، ونصبح بالخير على العنود سالم مبارك، طبعا صاحبة مشروع نقدر نقول أيضا توزيعات للمناسبات. صبحت الله بالخير العنود. صبحت الله بالنور السرور. عنود صباح الخير. صباح النور. طبعا في البداية كان قبل 5 شهور بديتي تقريبا مشروع المناسبات والحفلات في مشروع، شو نوعية المشاريع اللي تقدمينها أو اللي تنفذينها؟
أنا أقدم مشاريع من صغرها لين كبرها، يعني من دبات الماي للتوزيعات لتنظيم حفلات كاملة لكافة المناسبات، يعني سواء أعراس، ليلة حنة، ولادات إلى آخره. إنزين العنود، نشوف خاصة في الفترة الأخيرة الكثير أو تتشابه الكثير من نقدر نقول التجارات المختلفة، يعني منها مثل الهبة الأخيرة البرجرات، ومنها أيضا التوزيعات. العنود كيف تتميز عن غيرها مثلا التاجرات؟ أول شيء أني مستحيل أكون أقلد حد، يعني لي طابع مميز وطابع شخصي في الأشياء اللي أنا قاعدة أسويها. أن يعني تكون شخصيتي في الشيء، هي بصمتي في الشيء اللي انا قاعده اسويه. نعم. فعسبت شيء اتميز عن الباجين من المشاريع. حلو، وشو مجهزه حق الليله؟ مجهزه والله وايد اشياء. ومنها منها توزيعات، منها بطاقات، يعني حق الاطفال، حق الكبار، حق الصغار، حق كل الفئات. نعم. حلو. انزين العنود، ذكرتي مثلا يجب على مثلا التاجر انه يبدع، انه يتميز عن غيره. بصمه العنود في تجارتها كيف هي؟ بصمتي عباره عن شخصيتي. حلو. يعني ان في كل شيء انا اسويه يعني أركز أني أنا اللي أسوي، أنه ما أعتمد على أي شخص ثاني، أنه حتى لو أنه يعطيني فكرة أو يساعد. ما حد يساعدك العنود؟ لا أبداً. عسبت شيء أنه خلاص أعرف أن الشيء اللي أنا قاعدة أسويه متأكدة أنه من ذوقي. فهالشيء يعني حلو. يمكن كلامك جرني لسؤال جداً مهم، يعني أنت الشخص الوحيد اللي يشتغل لهذا المشروع، صحيح؟ كيف يتم تنظيم المناسبات، الحفلات، التواصل مع الناس؟ خاصة في حالات الطلب المتزايد مثلا حق الليلة وغيرها من الأمور. طبعا من الشروط أصلا اللي عندي أنه ما أخذ طلبية إلا قبلها بأسبوعين بشهر، عسب أنه خلاص أنظم جدولي، أنظم الأعمال اللي عندي على أساس أنه أعطي كل مشروع أو كل فعالية حقها. مثل ما نشوف الحين على الهواء، هناك أيضا لتنظيم مثلا مناسبات مختلفة، الولادة وغيرها، حتى الهدايا العنود تدخلين في جانب تغليف الهدايا وغيرها. طيب بالنسبة للهدايا أو بالنسبة للأشخاص، دائما تاخذين برأي مثلا إذا أنا حابة أطلب من عندك، تاخذين برأي أنا ولا لا؟ فكرتك أنت، إبداعك أنت، ما تحبين مثلا حد يضيف على شغلك وغيره؟ لا بالعكس، عادي. أهم شيء عندي رضا الشخص. أهم شيء عندي رضا الشخص وذوقه. إذا كان مثلا عنده شروط معينة عندها، أحاول ألبي الرغبة اللي هو يباها. بس في النهاية بعد أضيف يعني شيء من عندي، يعني مثلا حتى لو مثلا شافوا شيء من شغلي أنا بسويت، إنه حد ثاني طلبه نفس الشيء، أحاول حتى لو شوي أغير فيه، إنه ما أسوي نفس الشيء بالضبط. نعم. عشان يكون ممكن منفرد مميز. جميل. العنود، حد يساعدك، حد يدعمك في هذا المشروع؟ انت من 5 شهور بديتي تقريبا، لين الحين ما حصلتي مثلا دعم من جهة معينة، حتى من اشخاص معينين، من البيت، من اصدقائك؟ طبعا مستحيل اكون ابدا يعني بشيء مثل مشروع بدون دعم. صحيح. واول دعم طبعا كانت امي وزوجي. هم اللي دعموني وايد على اساس اني ابدي واكمل. حلو. نعم. إنزين العنود، كل تجارة تحتاج إلى إعلانات، تحتاج إلى عملية تسويقية. نعم. العنود كيف ممكن تروج عن الحساب الخاص فيها؟ طبعا زمننا هذا السوشيال ميديا ضارب ضربة، فحسب شي يعني بديت يعني في ترويج لمشروعي عن طريق الإنستغرام والسناب شات. فقط الإنستغرام والسناب حاليا. نعم. لأن هذا أكثر برنامجين تحسيهم يعني مشهورين بين الناس، او انه اكثر تداولا عن في بعض الناس يتخوفون من عرض اعمالهم على الانستغرام. صحيح. عشان ما حد يسرق الافكار. العنود ثقه، يعني حتى لو سرقت افكاري عندي ثقه تامه انه ما راح يكون تقليد نفس الشيء بالضبط. نعم. اذا خلينا نشوف الاشياء او نعرض الاشياء الموجوده على الطاوله من شغل طبعا عنود. اسالها يا عقوب لما افتح الاغراض الموجوده. ممكن في بعض الاحيان تلاقين صعوبه مثلا في اختيار مثلا الفكره المعينه للمناسبه المعينه، مثلا على سبيل المثال من حق الليله، كيف تختارين الافكار اللي ممكن تسوين فيها هالديزاين؟ لو تناولني هي خلاص ظهرت على الشاشه. اشوف شيء مميز انه ما انه وايدين مسوين شراته، عقب خلاص ابدي، يعني اخذ تقريبا يوم كامل بس اقعد اطلع الفكره.
حلو. جميل. عقب كامل. أبدي شوفي يا العنود، يا أنا قريت حصة عاد على البوكس. العنود مثلا هذه الأشياء أحس أنها تحتاج وقت منك وأكيد جهد، ولا في حال المناسبات أكيد لازم يكون قبلها من فترة. فكيف أنت تاخذي مثلا الأوردرات أو مثلا نقدر نقول المكالمات وغيرها قبلها بكم يوم؟ بأسبوعين، ما أخذ قبل أسبوعين. هي لأن تشوفي حتى البوكس اللي في إيدك هذا هاند ميد، يعني ما جبت بوكس يعني جاهز. عسبتي أقولك إنه مستحيل يعني حد يقلد نفسي بالضبط. نعم. حتى البوكس اللي عند الأخ بعد هاند ميد، يعني أحس تاخذين فترة طويلة العنود، خاصة إن شغلك بروحك جهدك بروحك، فأكيد ياخذ منك وقت طويل. وقت طويل صحيح. طبعا كل شيء يعني كل شيء مميز يحتاج وقت. نعم. يعني اذا الناس يبوا شيء راقي شيء مبدع لازم يعني يعطوني وقت كافي على اساس ان اطلع لهم الشيء اللي هم يبوه. نعم. ممكن هالبوكس مكتوب عليه احمد، ها خاص ممكن للولاده او حديثي الولاده صحيح. نعم. حلو. زي بما ان حق الليله اشوف كيسة حق الليله فيها نقدر نقول الاشياء القديمه خلينا عن الاسعار، اهم شيء الاهلن طبعا. نعم. تسوي دعاية عاد يعقوب تعال هو؟ لا لا لا، شيء لهنا نحن تعودنا عليه. نعم. انزل الأسعار العنود. الأسعار بتناول أيدي الجميع. رزاز بعد ما هو. لا. أوكي. يعني الكل مقدورة أن ياخذ من عندنا. بصراحة تذكرت أيام الطفولة. لو تلف الكيس أشوف. يعقوب مكتوب أظن أنت كاتبة بخط إيدك العنود ولا جاهز هذا؟ لا 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 مش جاهز بخط إيدك؟ هي هي. نعم حلو. ومن ضمن الأشياء الأخرى يعقوب يمين ويسار يمين ويسار محمود لعوزت يعقوب محمود. انزين الأشياء الأخرى أيضا متعلقة بحق الليلة العنود شو هي؟ يعني بعيدا عن نقدر نقول الكيس في أشياء أفكار أخرى؟ هي نعم في موجود في موجود كل شيء في الأكاونت. في عندنا والله اشياء حلوه. كمل. في عندنا الاظرف بعد فيها حلويات تكون بعد يعني مش صحيح. خاص بالاطفال. نعم. بعد عندنا للكبار للام للجده للجد على اساس ان الكل يشارك بالفرحه. صحيح. نعم. ممكن حتى هالاشياء مثلا الكاكاو والحلاوه الاطفال يستانسون عليها اكثر. صحيح. صح طبعا. حتى احنا الكبار في بعض الاحيان يعني ما نقدر ننكر هالشيء. العنود انا قاعد ادور لي شيء على فكره. هو جالس يدور وانا بسالك. انا اشوفك الحين خليت الاسئله وجالس لا تنكر. جالس ادور شيء باكله. ها محمود باكل اصبر شوي بس. زين العنود خلي يعقوب في حاله بنسالك لين ما تنتهي عاد الفقره. الحين يعقوب العنود كونك انت خريجه طب اسنان وايضا التحقتي في هذا المجال فما تحسين هنالك في اختلاف هنالك في صعوبة كونت أيضا امرأة عاملة؟ هو في الحقيقة يعني أنا لهالسنة متخرجة. هي. يعني بعدني البركة. الله يبارك فيك. نعم. يعني بعدني ما هي ما اشتغلتي يعني خاصة الطب تحسي يشغل كل وقتك. فأول ما تخرجت خلصت سنة امتياز حسيت بفراغ كبير أن أنا ما عندي شيء قاعدة أسوي. فعلى طول قررت أني أمارس الشيء اللي أنا أحبه. نعم. زي محمود لو لما العنود تتكلم لو تصورون يعقوب شو يسوي وشو فاتح يعني. والله. هو يترى بس الكاميرا تروح للعنود عشان بس إنه يأكل. صراحة كنت حلاوة بالذات كنت أحبها يوم كنت صغير. هذه. زين جابتها لك العنود خلاص أطلب الحين من عند العنود. إن شاء الله. الأشياء الأخرى اللي تسوينها العنود شو هي؟ حاليا أسوي القعدات الخارجية. على فكرة زخوك. حاليا أسوي القعدات الخارجية لكافة المناسبات التخرج مثلا جمعة بنات توديع عزوبية وبعد عندي سينما خارجية. سينما خارجية اللي هي للألعاب الأطفال. لا 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 اللي هي للكبار. للكبار يعني داتا شو كبير مع أي موفي هم يفضلوه قعدات أكل يعني هالسوالف اللي يحبوها. نعم. الشباب هالأيام. نعم حلو طبعا صح يعني قعدات الشباب خصوصا النساء أو الرجال لهم قعدات كثيرة. ممكن حد يطلب منك مثلا ترتبين مثلا لمناسبة معينة مثلا كانت نسائية أو حتى رجالية؟ هي ما في مشكلة. نعم. أبدا عادي. إنزين العنود ليش اخترتي هذا المجال بالذات؟ شيء أنا أحبه شيء أنا أقدر أبدع فيه. نعم. يعني خاصة التشكيل التركيب الديكور أنا وايد أحب هالسوالف يعني من يوم كنت صغيرة. نعم. فأختار مجال أنا أحبه أبدع فيه أحسن ما أن أخذ شيء خلاص يعني ماشي هالأيام. نعم
إنزين الكثير من الفتيات اتجهن أيضا للتوزيعات للمناسبات التصميم وغيرها. فشو رأيك أنت مع هذه الهبة الجديدة نقدر نقول؟ بالعكس أشجعهم. نعم. يعني شيء وايد حلو أن كل شخص يشوف شيء يعني يبدع فيه، شيء يميزه على أساس أنه يسوي. وثانيا يعني الشباب أو الناس بشكل عام يفضلوا الحين هالفترة التوزيعات القعدات، فشيء حلو إنه وايدين يعني يدخلوا هالمجال، يدخلوا مجال المشاريع. نعم. يعني خاصة يثبتوا لنفسهم أولا قبل غيرهم إنهم قادرين يسووا شيء حلو. أنت الحين بديتي تقريبا من 5 شهور صحيح؟ تقريبا. شو طموحك للمستقبل؟ طموحي طبعا ما حد ما طموحي يوصل للعالمية أكيد طبعا. طموحي إني أوصل يعني أكون معروفة في أكثر يعني منطقة الخليج، يعني مش المنطقة يعني دولة الإمارات بس، لا دول الخليج. ممكن على قدام مثلا أشارك في شركات ممكن يطلبوا بهالشيء، حتى ممكن يكون لك سبونسر لبعض الشركات، أو ممكن أكون يعني أكون لي شركة خاصة بيني. ممكن صحيح. أنا خلصت أكيد. وأنا تغيرك تسأل على فكرة. طيب العنود في مؤسسات أنت تعاونتي معها في المنطقة الشرقية؟ نعم تعاونت تقريبا 2 مرات مع بلدية كلبة. نظمت لهم تعديل لأن أتوقع القرية التراثية كانوا يسوون أيام شرقة التراثية. حلو. فنظمت لهم مكانهم وبعد سويت لهم توزيعات أكثر عن مرة. نعم. حلو. طبعا في الأخير عنود شكرا عنود العنود صح العنود سالم مبارك شكرا على تواجد شكرا على تواجد معنا اليوم وشكرا على الحلاوه بعد اسبوعكم صريح معك يعطيك العافيه ويعطيك العافيه الله يعافيك الله يوفقك. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا.